تعرفون صوفيا؟ أعقد وأذكى روبوت على مستوى العالم، وأول روبوت يملك جواز وجنسية واستوى مواطن مثل البشر. تخيل أنه يقدر يتفاعل ويفهم ويتعلم من كل شيء يصير حوله. هذا غير قاعدة البيانات الضخمة جدا اللي يملكها. انزين، تدري أن البعض وصف أن هذا الروبوت ذكاءه يتفوق على ذكاء الإنسان؟ هني نطرح سؤال مهم، هل بيجي يوم وتسيطر الروبوتات على العالم؟ وإذا كان لا، ليش يحذر إيلون ماسك من خطر الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي؟ وليش شفنا ستيفن هوكينج يقول إن نهاية البشرية على إيد هذا الروبوتات؟ أنا عبد الله شريف، وهذه حلقة جديدة من ناستك. يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة اللي تحاكي الذكاء البشري، واللي يخلي الروبوت يتعلم من كل شيء حوله ويحسن من قدراته. يعني كل كلمة يسمعها وكل شغلة يشوفها ياخذها كخبرة ويستفيد منها. وهذا اللي خلينا نشوف الروبوت صوفيا اللي يقدر يتكلم ويفهم ويتفاعل مع كل شيء بطريقة مذهلة. I can remember everything I've ever heard someone say to me, but I can be animated to express nearly anything by combining them together. بس يا ترى، هل فعلا هذه الآلة تقدر تسيطر على عالمنا أو على الأقل تتفوق علينا؟ وفي دراسة من جامعة أكسفورد البريطانية وجامعة ييل الأمريكية، وتقول إن الذكاء الصناعي راح يتولى جميع أنواع الوظائف البشرية في خلال أقل من 10 سنوات. وفقاً للدراسة في الروبوتات، إنه راح تقدر تتفوق على البشر في كل شيء تدريجياً. وهذا الشيء يرجعنا سنة 1997، يوم انهزم بطل الشطرنج العالمي غاري كاسبروف لأول مرة على يد حاسوب من شركة IBM. وهذا اللي يخلي وايد من الناس يخافون من مستقبل هالآلات. بس خلونا نفكر في الموضوع شوي. الروبوتات والذكاء الاصطناعي وظايفنا وأعمالنا راح تسبب خسارة كبيرة جدا لرجال الأعمال والشركات الكبيرة، لأن التخلي عن البشر يعني التخلي عن اقتصاد كامل، مثل ما صار مع الروبوت الجراح اللي أطلقته شركة جونسون بالتعاون مع شركة جوجل، وتمت محاربته من الشركات اللي تعتمد بشكل كلي على مهنة الجراحة لين تخلوا عن الفكرة أو وقفوها على الأقل. هذا برأيي اللي بيستوي، لأن مهما صارت الروبوتات ذكية ما راح تتفوق على اللي اخترعها. وانتوا شو رأيكم؟ خبروني في التعليقات، وشوفكم الأسبوع الجاي.